مشاريع متلكئة منذ سنوات بسبب الفساد وسرقة مخصصات هذه المشاريع. هذه الظاهرة اعتاد عليها العراقيون منذ العام 2003 ولغاية الآن. على سبيل المثال للحصر، بناية لمستشفى قيد الإنشاء في العاصمة بغداد، مصيرها الإهمال، وذلك بعد أن صرف عليها الملايين ليتوقف العمل فيها، ويكون مصيرها كما سوف نرى في المقطع التالي. هذا المستشفى يعني مستشفى عملاق، مستشفى عملاق، واتوقع اذا يعني سووا هذا المستشفى، اذا سووا ينقذ، اتوقع يعني شو اقول لك، ينقذ اول ما ينقذ الزعفرانيه، ينقذ جسر دياله، زين يعني ينقذ منطقه باكملها، نص المحافظه يجوز ينقذها هو هذا، ومستشفى طوارئ، هو طوارئ عام يعني هسه عندنا الزعفرانيه، يعني الله لا يقول اذا صارت فد حادث شيء يعني بدياله يعبر للزعفرانيه ما يلحق، ما اتوقع يلحق، يحاولون وين للكندي، وابو الكندي يحول يذل المستشفى، بينما هذا مستشفى عام وكامل جاهز.